قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الآية الأخرى التي في المائدة: لا تغلوا في دينكم غير الحق. هذا لبيان الواقع، وذلك لأن الغلو كله ليس حقا، وإنما ما صنعه هؤلاء هو الباطل بما يقتضيه حالهم. ويراد من هذا التبكيت والتحقير والتهكم لهم، شأنه كشأن قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يفهم من هذا أن هناك برهانا يجوز للإنسان أن يدعو معه غير الله عز وجل؟ الجواب لا. ولذا جاء التعميم في سورة النساء فقال: لا تغلوا في دينكم.